وزير الزراعة التركي وحيد كريشجي يعلن السيطرة على حرائق غابات مغلا جنوبي أو غرب تركيا والتي اندلعت في داتشا. وأفاد كريشجي بأن الحريق أصاب منطقة غابات تمتد مساحتها على 300 هكتار ومنطقة أراضي زراعية تمتد مساحتها على 400 هكتار في مغلا. وأوضح أن 3520 مواطنا تم نقلهم من المنطقة بشكل احترازي بسبب الحرائق، موضحا أن النيران ألحقت الضرر فعلا بعشرة منازل. وأشار إلى أن الحريق لم يؤدي لتسجيل وفيات، هذا وبذلت فرق الإطفاء والدفاع المدني التركي والفرق التابعة لوزارة الغابات جهودا كبيرة في سبيل مكافحة حرائق غابات مغلا. نشاهد.